لأنفسنا ونبارك لوطننا ولقيادتنا ولله الحمد نجاح موسم هذا الحج وتميزه بالتنظيم وجميع الخدمات التي حازت على تميز بشكل كبير جدا. والدولة تبذل قصارى جهدها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، وهذا ما حدث ولله الحمد بعد ما تضافرت الجهود وخطط لها بشكل احترافي. الحقيقة نرفع باسمنا جميعا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده أجمل التهاني على هذا النجاح، ونتمنى إن شاء الله لوطننا مزيدا من الازدهار ولحكومتنا التوفيق، وأن يرزقكم الله سبحانه وتعالى البطانة الصالحة. وأيضا نرفع لمعالي وزير الصحة نجاح الخطة الصحية والجهود التي بذلوها، وأنقل لكم تحياته وتهاني لكم بالعيد. هو ومعالي النواب ووكلاء الوزارة الذي حملوني أن أنقل لكم تحياتهم ومعايدتهم لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا العفو والعافية.